صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذي حج وهو يصلي ثم انتكس بعد ذلك وترك الصلاة ثم تاب وعاد إلى إقامة الصلاة، فهل يعتبر حجه الأولى هو حجة الإسلام؟ الأحوط أنه يعيد الحج، هو في خلاف إذا تاب إلى الله أنه يبقى له عمله الذي قبل الردة أو لا يرجع إليه يبطل، فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أنه يعيد الحج، نعم، ليبرئ ذمته بيقين، نعم.